انا عارف ان انتوا مستنيين الفيديو ده بقالكم كتير قوي من ساعه ما الحدوته بتاعت لوتس بتاعتي دي بدات من شهر 9 اللي فات، واحنا دلوقتي في شهر 6، يعني احنا تقريبا مستنيين بقالنا 8 شهور. 8 شهور وانا مزهقكم بالعربيه الاكزوتيك اللي انا جبتها. هجيبها 6 سلندر ولا 4 سلندر؟ هجيبها مانيوال ولا اوتوماتيك؟ هجيبها لونها ايه؟ اكتر سؤال اتسالته في حياتي الفتره اللي فاتت، العربيه لونها ايه؟ بس اللي انتوا ما تعرفوش ان انتوا مستنيين الفيديو ده بقالكم 8 شهور، انا مستني الفيديو ده من قبلكم بكتير قوي. الفيديو ده انا مش مستنيه من 8 شهور ولا حتى من 8 سنين. اللي انتوا هتتفرجوا عليه النهارده ده بيلخص 23 سنه من حياتي. بقالنا قد ايه انت العربيه دي طالبها من امتى؟ احنا دلوقتي في شهر 4، موضوع لوتس ده اتفتح وبدا في شهر 6، وطلبت العربيه في شهر 9. شهر 9؟ طب سؤال، انت مجمع العربيه موجوده في مصر ويزي؟ لا انا مش مجمع. لو هتسالني يعني ان انا مجمع من العربيه بقت حاجه، خلي بالك انا من ساعه ما عملت الاوردر بتاع العربيه ده انا مش مستوعب ان العربيه هتيجي اصلا، لان العربيه على الواقع على الكره الارضيه مش موجوده. انا بدات ادرك شويه لما كلموني قالوا لي ان بقى ليها رقم شاسيه، فده معناه ان العربيه بتتعمل، بس ان هي موجوده دلوقتي في مصر واحنا بنتكلم موجوده في بلدنا، مش مهم بقى ناخدها ما ناخدهاش، بس موجوده في بلدنا. انا مش مصدق، فاهم يعني؟ مش مستوعب الموضوع ده، مأثر فيا جدا. خلي بالك انا كنت فاكر ان انا مبسوط بالعربيه، بس طلعت ان انا اللي بسطني مش العربيه خالص. انا اللي بسطني الرحله اللي وصلتني للعربيه اللي انا اصلا ما كنتش احلم ان انا اوصل لها، مش العربيه دي بالذات. فكره انك تحقق حاجه هي ممكن تكون بالنسبه لناس كتير حجمها مش كبير، بس بالنسبه لي انا صعب الموضوع ده، كان استحاله ان انا افكر فيه اصلا ان هو يحصل. انت عارف انا ايه اللي بسطني ان احنا هنا دلوقتي وقلنا ننزل ناخد الكروزات دي؟ لان هنا بدا حب العربيات بتاعنا. المرغني ده اكتر شارع كنت بنقف تغسل عربيتك، كنت بتيجي تتمرقع كده هنا عشان الناس تتفرج على العربيه. كنا بنقف هنا بكل اسبوع نستنى نشوف هنشوف ايه، وكانت الدنيا زمان غير دلوقتي. يعني كانت زمان لما تلاقي بورشاه معديه تقعد تتكلم عليها بقيه الشهر. انا كان سيد فوزي، كان وقتها سيد فوزي ده صاحبي. ومين اللي كان عنده ال 430؟ كان سيد فوزي، كان عنده واحده سواها لي طبعا كذا مره، هو كان جميل وجدع قوي يعني. وسواها لي كذا مره وسوقتها في صح سالم ومصورني هو، كان فيديو. الحاجات دي كان الواحد بيعملها مستمتع جدا، بس انا عمري ما كان عندي الطموح ان انا بقى ان شاء الله هشتغل على نفسي علشان يبقى في يوم من الايام عندي عربيه زي دي. ابدا، مش قصدي ان انا مش عايز. ولا حد يتخيل اصلا. انا يعني برضو انا ما كنتش عمري فاتت اتخيل زي ما انت بتقول، ما كانش الواحد يتخيل ان هيجي في يوم من الايام يبقى عنده عربيه اكزوتيك. ايوه بس انت الموضوع وسع منك جامد. كرم ربنا طلبت مني. كنت بقف هنا وانا احنا كنا نقف في الحته دي. ليه ده الهبل ده؟ الحته دي جوه هنا في دي هنا وكان في العماره دي كانت ساكن فيها ست كان عندها عيال في اللي بيذاكروا، كانت دايما تطلع تشتمنا. ايوه انتوا عندكم عربيات بمئات الملايين وفي ناس بتذاكر. أيوة تطلع تزعق ونقول لها احنا اسفين. كانت اغلى عربيه مثلا ب 100,000. ايوه كانت السيفيك الاس اي ار. انت متخيل ان انت عندك داخل دلوقتي على 40 سنه
بدات احقق الحاجات اللي ما كنتش احلم بيها على سن الاربعين يا دوبك. بس على فكره جيلنا برضو خلي بالك برضو كان عنده طموح وفضل وراه حتى في عز الظروف الصعبه اللي هو استحاله ان انت يبقى عندك. ما دي النقطه بقى، انا مش بقول ان انا شخص ما عنديش طموح، انا كنت بجتهد بسبب الطريقه اللي انا شفت ابويا بيربينا بيها. ابويا انت عارفه شخص ما عندوش رفاهيات خالص، يعني اهم حاجه عنده هو احنا، لكن هو بقى ما عندوش الحته بتاعته اللي هو مثلا انا عايز اجيب لنفسي حاجه، انا عايز اعمل لنفسي حاجه، ما فيش الكلام ده. فانا بطبيعه الحال طلعت زيه، طلعت ان انا مش شايف ان انا المفروض اروق على نفسي. لو في فلوس، لو عندي فلوس ما ينفعش اروح اجيب بيها حاجه ليا، وفاهم تحوشها وعشان تجيب حاجه للبيت او تجيب بالظبط. فمش اللي ما كانش عندي طموح، بالعكس انا بس الفكره كلها ان انا مش مستوعب ان انا خدت الخطوه دي ومشيت ومشينا فيها. اقلب حاجه برضو في دماغي معلش كده، انت كنت موظف في ام تي اي صح؟ اه. ودلوقتي انت امباسدر لوتس، فاهم حاجه؟ ما تسالنيش بقى في اللي في النص. مش عارف اللي في النص ده انت متخيل حصل ازاي. ربنا فعلا اكرم واكبر بكتير من ان انت ممكن تبقى متخيل. وعايز اقول لك المكان اللي احنا فيه ده كله بجد عزيز على قلبي قوي. يعني انا من اوائل الحاجات اللي هعملها ان شاء الله لما العربيه باذن الله تطلع لازم اجي بيها هنا. مفيش زي المرغني ومصر الجديده. احنا بالنسبه لنا عشان عشنا هنا كل ذكرياتك وكل انجازاتك اللي عملتها دلوقتي لو عايز تحس بيها تعالى هنا. ده الاحساس اللي عندي فاهم. والميزه عندي ان انا كنت بيتي هنا، انا ساكن هنا. انت ما شفتش انت عمرك ما عايز اخدك ما تيجي نطلع البيت دلوقتي. اه والله تعالى اوريك الموضوع بدا منين بقى، وكنت بقى بتذاكر فين وبتقعد فين بقى هدخلك بقى عندك المكتب. الكرسي زي ما هو نفس الكرسي، حتى ما غيرناش الكرسي. انا جيت لك البيت بس انا ما دخلتش الاوضه. تعالى تعالى بجد. نعمل جون في الحته دي انا والواد سيد جون الحته دي كده، ودي بقى الترقيص الترقيص في الجنب، كان الملعب على حرف تي كده. زمن يا اخي، ايام يا اخي والله العظيم. ده باسكت باك. بص بقى بس دي ما كانتش موجوده زمان. زمان ما كانش عندنا باب حديد اصلا عشان كانت الدنيا غريبه. تمام. يا دود دود خش خش يا اهلا. ايه ده؟ ايه الفاكهه دي؟ ما دخلتش الاوضه. لا اوضتك ما دخلتش. هنا بقى هنا بقى بص كل حاجه ليها علاقه بالعربيات. اوف يا هو البيت ده حر حتى في الشتاء. انت متخيل بص الاوضه دي حجمها عامل ازاي؟ ايوه كنا عايشين فيها انا واخواتي البنات الاثنين، احنا الثلاثه في نفس الاوضه بجد والله. بس هو بقى الحدوته كلها في المكتب. في المكتب بقى عايز اقول لك هو ده بقى الكرسي ده. انا بقى كان هنا ايه طول الوقت قاعد، طول الوقت قاعد بتفرج على فيديوهات عربيات ما ببطلش، والسماعات دي انا اللي حاططها كده. كنت بقعد اسمع صوت عربيه، كنت اسمع بقى ايه الاصوات هنا واتفرج على عربيات. ابويا بقى كنت دايما افضل قاعد، فكان ابويا ايه يخش لي من هنا يقول لي يا ابني هو انت قوم اعمل اي حاجه، يعني مش كل حاجه عربيات وبتاع فاهم. بص الصورتين دول متعلقين كده في مكانهم، سيد فوزي اللي جابهم لي عملهم لي هديه. وبعدين بصوا هم كانوا الوان بس الشمس خلت نورهم يروح. في حاجه اتغيرت في السيت اب ولا كله زي ما هو؟ لا نفس نفس الكرسي كله. ده يعني بص الكرسي ده اقعد هنا والله العظيم. يا نهار ابيض مفيش حاجه اتغيرت خالص. بس انا الفكره في ايه؟ ان انا بسبب الحوار اللي احنا فيه النهارده ده انا ناس كده فاكره ان انا الموضوع عن العربيه وانا متحمس ان العربيه جت ومش عارف ايه. هو انا كل اللي في دماغي القعده دي، عمال افتكر القعده دي باصحابنا بشلتنا بالناس اللي بنقف معاهم في الجنينه بالعربيات اللي بقعد اركبها معاهم. كان بعيد الموضوع كل البعد تماما ان انا ممكن يبقى يوم من الايام يوم من الايام ابقى انا اللي شاري وجايب العربيه. انا اوريك حاجه مش هتصدق. استنى بص بقى الاختراع ده. الكرسي ده كان ابويا جابه بيتقلب سلم
بس انا مش عندنا كده. ما ده من زمان يا عم ده بصراحه. ده انا كنت فاكر ان عندنا احنا بس. اه بس انا تقوم عليه حتى تتخبل. لا لا استنى بص هجيب لك المجلات. اه بص في شايل هنا من المجلات اللي انا كنت اللي كنت انا اللي عاملها بنفسي من ساعتها. تخيل. خليك ودي المجله اللي انت كنت دي المجله اللي انا بدات شغلي الشغل بتاع العربيات دي اول شغلانه اشتغلها بقى في الحاجات دي. كل المجلات دي انا اللي عاملها كلها. يعني ايه عامل المجله من اولها لاخرها؟ اه بحطها على الكمبيوتر بختار المواضيع بنزل توبكس بكتب انا مواضيع فيها. بص لو قريت ورا هتلاقي ديبيتي اديتور احمد الوكيل. يا اخي انت صورتك يا اخي والله العظيم ومصحف بيقعد وكيل شبه علبه الزبادي. ايوه انا طول عمري كده مش عارف ابيض بسرعه. بص اخره احمد الوكيل ده اول ارتكل كتبته في حياتي. بقول لك كنا عاملين شغل جامد انا اهو. مسخره. تيجي تسالني بقى في الوقت ده في الحقبه دي هل انت تعلم النهارده هبقى انا في الحوار اللي انا عايشه عربيتك في جمرك. ايه احساسك ان عربيتك وصلت الجمرك؟ وسطت مصر يعني مش مجمع. ما انا بقول لك انا بفتكر بس ده بيجري كده قدامي اكنه دقيقتين فاهم يعني. ما ببقاش مستوعب ده حصل ازاي بالرغم ان انا بقول لك بشوف شريط حياتي من اول ما بدات احب العربيات في 2001 وبعدين بدات اتفرج على توب جير هنا لغايه ما حفظت الحلقات. انا لما بتفرج على حلقه توب جير دلوقتي بسمع اللي هم بيقولوه قبل ما يقولوه فانا لسه فاكر الكلام لغايه ما بدات اشتغل في المجله. كل ده بيجري لما بلاقي موضوع العربيه ده بقى اللي بشوفه مش العربيه خالص. بشوف ان انا ازاي ده حولني تسلسل الاحداث ازاي حولني ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده اللي هو انا كان اقصى طموحي صيانه العربيه ما استلفش فلوسها من امي مثلا. يعني كنت انا اعمل اقدر اجيب فلوس فاهم. انا مش حققت ان انا بقيت انجح واحد في مصر يعني بس اللي انا فيه النهارده لا مقصر في الترانزيشن يا ويكا من المكتب ده بالخشب القديم ده هو نفسه بالترتيب سماعاتي متعلقه زي ما هي الثلاجه اللي محطوطه لا دي ما كانتش موجوده دي اختراع ابويا لا ده ديب فريزر فعملوا مكتب بالمروحه بالسرير بالمروحه بالسرير بالتلفزيون بالرف السماعه اللي معلقه ونازل منها سلك. من التحول ده للتحول اللي ربنا كرمك فيه دلوقتي ده حاجه كبيره. حاجه كبيره قوي يعني ما استقلش بيها. انا قعدت كتير قوي نفسي اشتغل الشغلانه دي بس انا مش عارف اعمل ايه المفروض اشتغلها ازاي وبتبقى شكلها ايه. ولما بدات الشغلانه دي ما كانش في حاجه اسمها فيديوهات يعني في المجلات والحاجات دي ما فيش حاجه اسمها فيديوهات هو تعمل فيديو ريفيوز في مصر كان بره فيه. فعشان كده احنا لما عملنا فيديو ريفيوز كنا يمكن اول ناس في مصر وفي الشرق الاوسط من اوائل الناس اللي بتعمل الحاجات دي. انت اول فيديو ليك اصلا كريفيو كان انهي فيديو؟ كان الكروس فاير بتاعت اسلام. لا اول فيديو تطلع اول فيديو اجرب اصور ده كان يوتيوب ولا كان ايه؟ ده كان ولا حاجه كان فاير. ايوه تحس ان الموضوع ده كله حصل في اسبوع. انا ده الاحساس اللي بيجيلي بس مش اسبوع بقى 30 ثانيه من اول ما طلعت العربيه دي وحاسس ان هي حاجه ملهاش وجود لان هي ما اتعملتش اساسا. من اول ما اتعملت وطلع لها رقم شاسيه وبعد كده اتبعتت وبعد كده دلوقتي موجوده في مصر عربيه فيزيكال تقدر تلمسها دي بقى صدمه جالي بقى. حبيبي يا حيحه باشا والله حبيب قلبي مش مصدق. براود اوف يو يا مان. بص بصه انت مش عامل لي مفاجاه النهارده فخوري ومطلع العربيه النهارده ده اللي في دماغي من ساعه ما نزلت اللي عملوا لي فخوري غالبا ممكن يكون محضر لي مفاجاه بس مش قايل لي. يا ريت والله انا كنت اتمنى ان انا اعمل مفاجاه دي لنفسي حتى عشان تخلص مني. تعبنا عايزين نوصل بقى فتحت اهي
ليه بس؟ والله ليه؟ مش على وقت ايه؟ اتفضل. مثل اول مره حاسس ان انا جاي ببارك لحد من صحابي بس، فاهم حاجه؟ حاسس ان انا بمشي عربيتي. صدقتوني بقى لما قلت لكم ان الموضوع مش 8 شهور خالص، خدتكم في شريط ذكريات طويل قوي 23 سنه، بس اعتقد ان جه الوقت بقى دلوقتي اللحظة اللي احنا كلنا مستنيينها، ان انتوا تعرفوا لون العربية عامل ازاي، السباك عامل ازاي، نتفرج على تفاصيل العربية مع بعض. فهي دي اللحظة اللي انا كنت حاسس ان مش هتيجي، مش عارف ليه. فتعالوا بينا مع بعض. اخيرا السؤال اللي كان كلكم بتسالوه بقالنا 8 شهور، العربيه لونها ايه؟ لون العربيه يا جماعه، ناس كده كانت متوقعه صح. انا جبت العربيه اللوتس الاميره بلون اسمه سانيكا بلو، وفي اسباب كتيره جدا الحقيقه تخليني اختار اللون ده. انا اللون ده كان عاجبني اكتر لون عاجبني في كل الوان العربيه دي، بتنزل ب 13 لون مختلف، والسانيكا بلو هو اكتر لون حسيته هيبقى مميز فيها لاسباب كتيره جدا، اكترهم طبعا ان انا كنت بشوفه على العربيه الجي تي 3 992 وكان عاجبني الحقيقه جدا. فقعدت فكرت في السباك ده وعملته واخترت حاجات وخياطه وبتاع، وفي الاخر اكتشفت ان السباك ده هو السباك بتاع اللونش عادي، مفيش حاجه. فانا ما ابدعتش يعني، انا اكتشفت كده بعد ما عملته، بس هو من الحاجات اللي شدتني قوي العربيه لوتس اميره. مش مصدق والله العظيم بجد، انا كنت حاسس ان اليوم ده مش حقيقي. فكره ان العربيه دي انا امتلكها واجيبها حلم ما كنتش اتخيل ان هو ممكن يحصل خالص خالص. طبعا هديكوا بريف النهارده، الووك اراوند ده او اللفه اللي هعملها معاكم دي لفه سريعه كده، مش هقول لكم فيها تفاصيل كتير، في فيديوهات لسه هعملها هخش لكم في التفاصيل حته حته، بس هديكم فكره عن العربيه اللوتس اميره دي. عربيه تو سيتر ميد انجن،
بتنزل بموتورين 6 سلندر و4 سلندر. انا جبت ال6 سلندر السوبر تشارج، والعربيه دي قوتها 400 حصان 3500 سي سي سوبر تشارج، وبتطلع 430 نيوتن عزم. انا جبت الفتيس الاوتوماتيك، وعندي كلام كتير قوي اقوله قوي 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 يعني. بس كل اللي اقدر اقول لكم عن العربيه اللوتس اميره ان هي اللي بيميزها هو تجربه السواقه. العربيات اللوتس كلها كده، ما يركبهاش غير حد بيحب السواقه جدا. عشان كده حتى المفتاح بتاع العربيه مكتوب عليه فور ذا درايفرز. مش عارف ابدا لكم منين واقول لكم ايه. تعالوا نبص عليها مع بعض. العربيه دي طبعا شاسيه كله معموله بالالومنيوم، وهي وزنها خفيف جدا بالنسبه للعربيات الثانيه، 1400 كيلو تقريبا، وهي دفع خلفي وموتور في النص. والعربيه فيها ايروداينامكس غير عاديه. العربيه دي فيها داون فورس، وهي تعتبر الوحيده في الفئه بتاعتها يعني اللي هي بتعتمد فعلا على ايروداينامكس، بتعتمد على داون فورس حقيقي. الانتيريور جوه برده هعمل لكم فيديو عليه تشوفوا بالتفاصيل، بس انا رحت للالكانتارا زي ما شفتوا في الفيديو بتاع الكونفيجريشن. الكانتارا بخياطه صفراء، فبرضو الناس ان شاء الله اللي هيقابلها بالعربيه دي هيعجبها قوي الموضوع. ومحتاجين تشوفوا العربيه دي. احلى حاجه في العربيه دي ان ما حدش شافها كتير. يعني العربيه دي جت مصر واحده ومشيت، وفي واحده تانية في اسكندريه بتاعت ميشيل احد، دي اول واحده تيجي باللون ده، ومحدش يعني اغلب الناس ما شافوش العربيه دي قبل كده على الحقيقه. فده اللي بيميز العربيه دي في الشارع، وده اللي انتوا هتحسوه ان شاء الله لما نتقابل مع بعض بيها باذن الله الفتره الجايه. بس في النهايه اللي انا عايز اقوله ان المشوار ده كله في ناس كتيره جدا انا بشوفها سبب فيه، او كانت دافع ليا ان انا اوصل له واعمله، والناس دي كلها عايز اشكرها. يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو السبب الاساسي ان انا ممكن كنت اوصل ليوم زي ده، وما كنتش احلم مش ربعه يعني 1% منه. بس في ناس كتيره برضو كانت سبب ان الواحد يقدر يحقق حاجه زي دي، فالناس دي كلها عايز اشكرها جدا جدا، وهحاول اشكرها على قد ما اقدر. ممكن اكون نسيت ناس، بس عايز اشكركم جدا على دعمكم الناس دي، وعايز اشكر كل المتابعين تاني، لان الموضوع ده عمره ما كان هيحصل من غير الدعم اللي انا بشوفه منكم، من غير السبورت اللي انتوا بتدوه لي في اي حاجه انا بعملها الصراحه. فانا بعتبر العربيه دي بتاعتي وبتاعتنا كلنا. انا مش مستوعب ان احنا واقفين الوقفه دي دلوقتي. انا بجهز للقصه دي بقالي 8 شهور، وما كنتش ولا مره في ال 8 شهور كنت حاسس ان هي ممكن اصلا تحصل. فبجد شكرا جدا، وشكرا لاي حد كان سبب في الموضوع ده. وان شاء الله الفتره الجايه هتشوفوا فيديوهات كتيره جدا فيها تفاصيل. انا عارف ان انا كروتكم النهارده وخدتكم في رحله بتاعت حياتي اكتر من اي حاجه تانية، ولكن الفيديوهات الجايه بقى فيها التفاصيل اللي انتوا عايزينها، وفيها السواقه. بس لسه عندنا تليين، فلسه هنلين. انا مش متخيل ان انا هلين عربيه اكزوتيك. بس شكرا لاي حد اتفرج وكمل الفيديو للاخر. اشوفكم في الفيديو الجاي اللي هو هيبقى قريب قوي. Thank you.